احنا بنطرح نفسنا للسوق المصري كأول مستشار لسوق الزجاج المسطح في كل المنطقة بتاعة شمال أفريقيا ومصر. طبعا احنا وظيفتنا ان احنا نحاول نلف العالم نختار ونقدم احسن ما فيه بحيث ان احنا نقدر نفيد العملاء بتوعنا بأكبر كم من المعلومات وبأحسن الخامات الموجودة في الخارج وبأسعار تناسب السوق اللي احنا فيه. معادلة صعبة مش سهلة، مجهود مش قليل، نحاول نبذل مجهود ضخم جدا عشان نحقق حاجة زي كده. الموضوع مرهق ولكن في الآخر إن شاء الله بنأمل إن العملاء يساعدونا، السوق يساعدنا، البلد تساعدنا بحيث إن احنا نقدر نطور أكثر وأكثر، لأنه كله في الآخر في مصلحتنا كمواطن وكواحد يقدر يستخدم الحاجة بسعر أقل بجودة أفضل بعمر أطول. ربنا يقدرنا إن احنا نعمل الكلام ده. رؤيتنا إن احنا إن شاء الله نكون أكبر حد في الحتة بتاعتنا في الريجن كله بتاعنا، بيقدر يبقى زي وان ستوب سنتر سيرفيس سنتر لكل ما يتضمن الزجاج وكل ما يتضمن الجرين بيلدينج سبيشالي، لان احنا هنا بنحاول ان احنا نزود نسب الازاز المشروعات الخضراء واستخدام الزجاج في المشروعات الخضراء اللو اي جلاس. الحاجات دي النهارده بتوفر كهرباء وعندها تكنولوجي كبير جدا ولكن لسه استخدامنا ليها مش كويس قوي، وهي كمان حتى مش منتشره كويس قوي. بنبذل مجهود ان احنا نعلي من كفاءه استخدامها، بنبذل مجهود ان احنا نحاول نقول للناس اكبر واحسن استغلال ممكن يكون عامل ازاي. احنا بنعمل بقى ديستركتيف تيست كامل، بنحاول نكسرها تماما ونشوف هي كده هتتكسر عند كام. الحقيقه انه الرقم اللي اتكسرت عنده مذهل الحقيقه، عامل 82.